جديده كانت من اهم اهدافها هو تحديد القوات النوويه والنزول بعدد الرؤوس النوويه في العالم، وبدات محاورات ومشاورات واتجاهات كثيره معروفه على هذا المجال مع الاتحاد السوفيتي ومع بلدان اخرى. لكن ترفض الاداره الامريكيه اسلوب التهديد واسلوب الاتهامات الذي لا يجدي في جميع هذه الاحوال. أين رأيتم الأسلوب التهديد دكتور عفيفي حتى نوضح أكثر؟ يعني الحديث عن الماضي تعتقد هو حديث تهديد بالنسبة للإدارة الأمريكية؟ الإدارة الأمريكية الأسلوب نفسه كان أسلوب الحديث عن الماضي وأن هي سبب كل المشاكل التي تحدث في العالم، وهذا شيء لا يجدي في السياسة. في السياسة نتكلم عن المستقبل ولا نتكلم عن الماضي، وأن تكون الخطبة كلها عن الإدارة الأمريكية وعن ما فعلت أمريكا في العالم وأصبحت، هذا شيء غير مقبول. الإدارة الأمريكية الجديدة فتحت أبوابها لجميع الدول في الحوار في مجالات مختلفة وعلى أولها المجال النووي، ولكنها لن تسمح لأي دولة وخصوصا إيران بعدما حدث ما حدث. لكن دكتور عفيفي، لكن إدارة الرئيس أوباما، وطبعا سنأتي إلى ذكر ما يرتبط برؤية هذه الإدارة بالنسبة للسلاح النووي، هي من هدد بشكل أو بآخر باستخدام السلاح النووي، وإن كان بشكل غير مباشر هددت إيران وهي اعتبرته هذا يعني بمثابة تهديد مباشر، لذلك كان الرد عليه اليوم. كيف يمكن النظر إلى هذه النقطة؟ هو الإدارة الأمريكية لم تهدد باستخدام السلاح النووي، الإدارة الأمريكية تركت جميع أبواب مفتوحة، وعندما سئل المسؤولين في الإدارة الأمريكية عن الخيار العسكري وليس الخيار النووي قالوا إن كل الخيارات متاحة، وهذا ما كتبه الإدارة الأمريكية من بداية تدخلها في هذا الموضوع، ونظرا للاختراقات التي تمت أكثر من مرة عن طريق إيران الإدارة الأمريكية اتخذت هذا الموقف ولن تتنازل عنه بسبب خطبة أو خطبتين أو اجتماع في إيران أو شيء آخر. على كل حال ابقى معنا دكتور عفيفي، سأتحول إلى طهران وإلى الدكتور علي رضا محرابي الخبير بالشؤون السياسية. الدكتور محرابي سلام عليكم أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. واسمح لي أتوقف عند كلمة الرئيس الإيراني أحمد نجات في مؤتمر نيويورك، هل تعتقد وصلت الرسالة؟ يعني عندما يركز في مجمل كلامه على موقف الإدارة الأمريكية وإن ختمها بمنادات الرئيس أوباما أن نستطيع أن نفعل شيئا ما، هل تعتقد الرسالة وصلت للأمريكيين؟ أساسا امروز در نظام بين الملل أساسا أنه في النظام الدولي أن الكثير من الدول كثير من الدول تعتقد أنه يجب التقدم إلى الأمام وأن يكون هناك تعامل وتعاطي، فما هو أهم تعاطي من أن يحضر الرئيس الإيراني إلى اجتماع يعقد من أجل إعادة النظر في معاهدة الـMBT، وأن الوكالة أيضا تؤيد على هذه النقطة أنه خلال العقود الأربعة الماضية أن المعاهدة لم تتمكن من التصدي للأسلحة النووية الموجودة والمتاحة لدى القوى الكبرى. وقبل أسبوعين السيد أوباما هدد شعبنا باستخدام السلاح النووي، ورئيس جمهوريتنا اليوم دعا العالم إلى السلام حوار، وأي خطاب هو الأكثر تناسبا أو مناسبة أو تلاؤما مع السلام. أعتقد أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ألقى اليوم خطابا في غاية من الأهمية، وانعكس من هذا الخطاب انعكست الرغبة الإيرانية نحو السلام والأمن. السيد عفيفي في نيويورك يقول أن إيران ارتكبت أخطاء كثيرة واختراقات كثيرة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى طبقا لتقارير المخابرات
الأمريكية، أجهزة المخابرات الأمريكية بأنها لم تخرج في نشاطها لم تخرج عن نشاطها السلمي، والوكالة أيضا أكدت ذلك. وأريد هنا أن أسأل، طبعا سنتوقف عن أبرز النقاط التي أطلقها الرئيس الإيراني، خصوصا ما أسماه خطة إصلاحية، لكن اسمح لي أتوقف معك عند الكلام أو الكلمة التي ألقاها المدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما يعني يتهم بشكل أو بآخر إيران من أن الوكالة ما زالت عاجزة عن معرفة البرنامج النووي الإيراني وما إذا كان يسير بالاتجاه الصحيح. كيف فهمتم أيضا كلام المدير الوكالة الدولية؟ الحقيقة أن أي إشكالية تأخذ طبعا يجب أن يقوم هذا الادعاء على أسس ووثائق، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سمحت منذ الأشهر وحتى طوال المدة الماضية للمفتشين بالمجيء إلى إيران ولغرض التفتيش، وحتى أن ممثلي الجمهورية الإسلامية ممثلي الوكالة أجروا اتصالات مباشرة مع المسؤولين. أيضا أين هو الاختراق الذي يتحدثون عنه الآن؟ إذا كان أوباما يقصد أو رئيس الوكالة يقصد وتخلي عن الحق المشروع النووي الإيراني، يجب أن يقولوا ذلك بشفافية وبصورة علنية. يجب أن يقولوا نحن كأمريكا أو نحن قوة كبرى ونحن الوكالة الذي تحولنا إلى أداة بيد الولايات المتحدة لا نريد أن تمارس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي نشاط. برأيك لا يملكون دليل، يتحدثون دون دليل. على كل حال هذه أيضا أشار إليها الرئيس أحمد نجاد. اسمح لي أعود إلى الاستوديو إلى الدكتور العزي مجددا. دكتور العزي، فيما يرتبط بدور الوكالة الدولية، طبعا مدير الوكالة الدولية تحدث حقيقة عن يعني ثلاث قضايا أساسية. أولا بموضوع نزع السلاح توجه نحو كوريا الشمالية، تحدث عن إيران وتحدث عن سوريا، يعني واضح أنه برمج أفكاره ليتوجه إليهم بأسئلة عديدة، أقل وأن ليس هناك من تعاون وهو يرغب في هذا التعاون. أولا كيف تنظر إلى هذا يعني الموقف الذي أعلنه مدير الوكالة الدولية؟ ثانيا يعني عندما يتوجه الرئيس الإيراني للوكالة الدولية مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها ويتهمها بالفشل في تحقيق أي إنجاز يتعلق بنزع السلاح النووي، هل تعتقد هي معركة مزدوجة يعني مع الولايات المتحدة ومع الوكالة الدولية؟ بالطبع يعني أصلا خطاب أمانه اليوم كان وكأن يعني الأمريكيين هم الذين كتبوه. المعاهدة